الخير لحضراتكم، أهلا بيكم معانا حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ليوم الخميس 5 أكتوبر 2023. ساعات قليلة تفصلنا عن يوم 6 أكتوبر العظيم اللي فعلا كل ما بنتذكره بنشعر بالكرامة ونشعر بالسعادة ونشعر بالفخر ونشعر إن لينا وطن غالي ويستحق كل مجد. لو كنا نشأنا في بلد قامت على جثث الآخرين أو اقتطعت من أرض شعوب أخرى كنا يجب أن نشعر بالخزي وبالعار. لو كنا نشأنا على أرض بلد تخطط لكي تهدم جيرانها من الدول أو تخطط لكي تبيع السلاح اللي هي بتنتجه أو تصنع رواجا اقتصاديا بأي شكل لشعبها وتحرم الآخرين حقوق الحياة والعيش الطيب والتعليم والصحة والجو النظيف وأبسط الحقوق الإنسانية كان يجب علينا أن نشعر بالحزن وبالخزي. لكن إحنا الحمد لله على أكرم وأطهر أرض في العالم، وده بسبب أنه هذه الطهارة وهذه الكرامة أتت من توالي احترام هذا الوطن لحقوق الإنسان في العالم كله على مدار التاريخ. عمر البلد دي ما كانت باغية، ورغم قدرتها عمرها ما كانت بتقتطع من حقوق الآخرين أو من أراضيهم، عمرها ما صدرت مرض، عمرها ما صد، بالعكس دي دايما كانت بتقف جنب الناس في العالم كله في محنة، في غضبة للطبيعة، في مرض، في فيروس، وتحاول أن تقدم أقصى ما عندها. وليس أدل على هذا من وجود ما يقترب من 13 مليون نسمة من غير المصريين ضيوفا على أرض هذا الوطن الكبير. هذا الرقم يساوي رقم إجمالي عدد سكان عدة دول أوروبية، ولكنه في مصر يساوي فقط عدد الضيوف الذي لهم كل الحقوق التي للمصريين: يأكلوا، يشربوا، يبيتوا، يشتغلوا، يحصلوا أجور، يسافروا، يبعتوا لأهليهم. كل دول بيشهدوا بأن هذا الوطن وطن كريم ووطن عظيم، ولا يستطيع حتى العدو إلا أن يعترف بشرف هذا الوطن ونبل أبنائه وعظمة عقيدة جيشه وشرطته. نموت قبل أن نفرط في ذرة رمل واحدة. ده الفكر والعقيدة اللي العالم كله حيران فيها. هم المصريين دول إيه؟ هم مش عارفين إن الدنيا بتتعاش مرة واحدة؟ هم مش عارفين إنه أنا على قد ما أقدر أرضي نفسي ومتع روحي وأعمل اللي أنا عايزه وحقق أفكاري وأعمل لنفسي مستقبل ويبقى عندي فلوس وكل مطمعي وكل شهواتي وكل عيش مبسوط. يجوا عند الجندي المصري ويستعجبوا واحد عايز يموت، ويبتكر المصريون شهداء تحت الطلب وجاهز للشهادة، وليست فقط أقوالاً بل أفعالاً. لأنه كتير من السادة اللواءات اللي بنستضيفهم، وأنا سعيد جداً أنه القناة عملت هذا الأسبوع كله من أجل حرب أكتوبر والاحتفاء بيوبيلها الذهبي، كتير منهم يعني امبارح كان معانا اللي هو بيقول أنا كنت في الأسلحة والذخيرة، أنا اللي طلبت أن أنا أروح الجبهة يوم 7 أكتوبر. يا عم ما أنت كنت بعيد عن الهم. إيه اللي خلاك تبقى عايز أن أنت تموت؟ هو في حد بيبقى نفسه يموت؟ أكيد لأ. طب أمال إيه؟ لأ، العقيدة بتاعت البلد أنه أموت ويحيى الوطن. دي كانت كلمات اللي هو سيد الجبري اللي كان منورنا امبارح. طيب
النهاردة هيكون معانا سيادة اللواء أحمد ماهر، بطل من أبطال حرب أكتوبر. هنتعرف على سلاحه، نتعرف على مظاهر البطولة. يمكن الخيط اللي متابعينه حضراتكم معانا ماشي معانا في كل خطوة هو إيه؟ هو إنه ربنا كان معانا، ربنا عمل معجزة، إحنا عدينا بأعجوبة، الطفلة اللي تحت الدبابة تحولت لأرض صلبة فعدينا الساتر الترابي معرفش إزاي، الجندي اللي شايل أسلحة وذخيرة وتقل عدى إزاي والممر عامل كده، نسبة الارتفاع، نسبة الميل. عارفين لما نيجي نعمل السلالم، المهندسين لما بيجوا يعملوا السلالم بيبقى في نسبة ارتفاع القايمة، السلمة الواقفة كده، بالنسبة لارتفاع النايمة، يمكن تسمعوا المصطلح ده، عشان الإنسان يطلع بهدوء. لكن لما يبقى السلم عامل كده يبقى في استحالة إنك تعدي، ولما تبقى أنت شايل مئات الكيلوغرامات من السلاح والذخيرة والمعدات وحاجتك الشخصية يبقى الاستحالة بقت أكبر. لكنها إرادة ربنا إنه عايز إن هذا الشعب ينتصر، وإنه عايز يكافئ هذا الشعب اللي اتدرب وتعب بإنه هذه العقيدة اللي عندك تبقى إيه؟ قدامها أنا حديلك انتصار، انتصار يتحدث عنه العالم حتى 50 سنة، وما زال العالم يتحدث عن نصر أكتوبر العظيم. هيكون كمان عندي فقرة حوار أخرى مع شاعر موهوب مطبوع زي ما بيقول الأدباء، يعني مكبول على كلمة جيدة الحقيقة واختيار رائع لللفظ. يعني هيكون معايا الشاعر إسحاق مختار في فقرة لطيفة بنختم بيها الأسبوع، وهنسمع منه حاجات وطنية وحاجات عن أم الشهيد وحاجات عن النجاح وحاجات اجتماعية، حاجات لطيفة قوي إن شاء الله هتكون فقرة لطيفة تعجب حضراتكم. خلينا نبدأ على طول في أخبارنا اللي بتبدأ بلجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة. أعلنت النهاردة أنه انتهى اليوم الأول بدون متقدمين. أعلنت بعد أن أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام 5 مساء اليوم الأول من المدة المحددة لتلقي أوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية، وهذا الباب مفتوح حتى 14 من أكتوبر الجاري، بقي 9 أيام، وفي العطلات الرسمية من 9 صباحا أيضا ل5 مساء عدا اليوم الأخير يغلق في الثانية ظهرا. الهيئة أصدرت قرار بتشكيل لجنة لتلقي وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية. تعالوا نشوف هذا الفيديو سريعا وناخد تليفون. أول يوم في إجراءات عمل اللجنة، منتظرين إن شاء الله، وبداية العمل من الساعة 9 للساعة 5 مساء لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم حتى نهاية يوم 14/10 إن شاء الله، آخر يوم حتى الساعة 2. وإحنا اللجنة منعقدة من 9 صباحا حتى نهاية إن شاء الله الساعة 5، ولم يتقدم أحد حتى الآن. ودي الإجراءات الخاصة بعملية تلقي أوراق المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية إن شاء الله. القانون واضح وصريح، نص المادة 11 من قانون انتخابات الرئاسة حدد الشروط الواجب توافرها والمستندات التي يجب أن تكون بصحبة مقدم طلب الترشح، ودي معلنة، ولازم التأييدات والتسكيات تكون وفقا لما نص عليه القانون، 25,000 تأييد من على مستوى 15 محافظة بحد أدنى 1,000 في كل محافظة، و20 تسكية من أعضاء مجلس النواب. ودي المشترط، وعلى الأخص لازم تكون هذه الأوراق بصحبة طالب الترشح. برضو تم التنسيق مع وزارة الصحة وتم تحديد 3 مقرات لإجراء توقيع كشف طبي عليهم، في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى معهد ناصر، ومستشفى العاصمة الإدارية. وبيتقدم طالب الترشح مباشرة للمجالس القومية، المجالس الطبية المتخصصة في تلك المقرات لإجراء الفحوصات اللازمة وإعداد التقرير اللازم في هذا الشأن وتقديمه مع الأوراق. أنا معايا سيادة اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري أكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء النور يا أستاذ إيهاب. أهلا. كل سنة وسعادتك طيب بمناسبة أعياد أكتوبر.
متشكر يا فندم، وكل سنة ومصر كلها بخير وسعادة بمناسبة العيد الخمسين لنصر أكتوبر يا فندم. بمناسبة يا فندم فتح باب أوراق الترشح، هو لازم يكون حاصل على 25,000 توكيل أو 20 من أعضاء مجلس الشعب ولا واه؟ لا أو أو هنا أو أصل سيادة المستشار دلوقتي قال واه، هي أو أنا عارف أو. هي أو 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 هنا تفيد المغايرة، يعني أو. إيه هو يا إما 20 عضو من أعضاء مجلس النواب تزكية، أو يحصل على تأييد من 25,000 مواطن من 15 محافظة. كل محافظة على الأقل 1,000، ولا بد إن التأكد من عدم تأييد أكثر من مرشح، يعني ما ينفعش مواطن يأيد المرشح ده والمرشح ده والمرشح ده. يعني فندم دول 25,000 توكيل، يعني هل ممكن لما ندخل أوراق سين ويجي صاد يقدم ورقه نقول له لا مش هينفع لأن أنت عندك الدابلينج ده أو التكرار ده؟ أو سهلة جدا جدا جدا. إن في تكرار مثلا من حوالي مثلا 600 واحد مثلا صوتوا ليك أيدوك أنت وأيدوا واحد تاني. طب وهل يا فندم مقار الشهر العقاري كان أسهل إن إحنا نقول إنها ما تمنحش مرتين هذا التوكيل؟ لا، هما في دايما في يا استاذ ايهاب في ضغط التوكيلات في العمليه الانتخابيه ممكن تلاقي في بعض الاحوال الدقه ما بتبقاش واضحه، يعني السيستم ما يبينش، التكرار ما يبانش، فهنا بتبان اكتر لما بيتم تقديم الاوراق للهيئه الوطنيه للانتخابات. طيب يا فندم، تفسير سعادتك انه اليوم الاول انتهى مع معلومية طبعا السادة المشاهدين متابعينا انه اللي الاسبقية في انك تختار الرمز، يعني اللي هيقدم ورقه الاول نسميه مترشح او مقدم اوراق، فممكن بيبقى له الحق لو بقى مرشح محتمل يعني مستوفي انه هو يختار الرمز اللي هو عايزه. تفسير حضرتك لعدم وجود حد النهاردة يقدم اوراقه ايه؟ ممكن عدة امور. اول هذه الامور إن بعض المرشحين أو بعض المرشحين المحتملين لم يحصل على التأييد من 25,000 مواطن، فمنتظر استكمال التوكيلات أو منتظر إنه يحصل على 20 عضو من مجلس النواب على الأقل، ومنتظر هذا أن يسلك هذا الطريق أو طريق التأييدات، أو بيكمل بعض الأوراق الأخرى. أنت في انتخابات يا أستاذ إيهاب فتلاقي ممكن حد منتظر أمور معينة أمامه، يقول لا أنا هنتظر أشوف فلان الفلاني ده هيقدم ولا أنا أنتظر، وبالتالي بيبقى دايما بنقول إيه، بس أنا مش عايز أقولها، هي معركة انتخابية. المعركة الانتخابية بتبقى زي السباق الماراثون كده. فكل واحد بيبقى عامل احتياطات للمنافس الآخر واحتياطات أمام. لسلوك المنافسين الآخرين، يعني ممكن بالزبط. في لحظة بالزبط. لو فلان انسحب يبقى أنا عندي فرصة أكبر أو ما شابه يعني. طيب هل العشرين عضو بمجلس النواب على الأقل بيشترط فيهم أي شيء؟ تعيين، انتخاب، محافظات؟ لا لا يشترط لا يشترط أن يكون منتخبا أو معينا أو من محافظة معينة أو ما إلى ذلك. لذلك حضرتك تجد السادة المرشحين المحتملين اللي حصلوا على تأييد أعضاء مجلس النواب، الأستاذ فريد زهران حصل باعتباره عضو في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحصل على تأييد أعضاء الحزب وأحزاب وبعض الأحزاب الأخرى عشان يكمل العشرين. وأيضا حضرتك بالنسبة للمرشح الأول الأستاذ المهندس حازم عامر حصل على 44 تأييد، وفي مرشح الثالث حصل أيضا
على 20 اللي هو الدكتور عبد السند يمامة عن حزب الوفد. حصل برضو على 20 من مجلس النواب من الوفديين. طيب فندم آخر سؤال يعني هو جريء شوية بس حضرتك قادر طبعا على الإجابة عليه. كان قبل كده الشرط بتاع الجرائم المخلة بالشرف بشرط أن يكون قد رد إليه اعتباره، حصل تعديل ولو كان قد رد إليه اعتباره؟ طبعا ده وطبعا ده بيشار كثير من الناس بتقول ان هذا التعديل اتعمل لمنع شخص بعينه، ممكن نقول او ما نقولش اسمه زي ما سيادتك تشوف. تمام. لا انا اقول لك بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه، اتفضل. احنا بنتكلم يا استاذ ايهاب عن اعلى منصب في الدوله، طبعا منصب رئيس الجمهوريه، طبعا. اذا حتى ولو رد إليه اعتباره لا يجوز له أن يترشح، لأنه هنا الأمر مش بيكون أمر هين أنه هيقود محافظة أو يقود مركز أو مدينة، لا ده هيبقى رئيس لدولة. فأنا أؤيد التعديل الذي ورد حتى وإن كان قد رد إليه اعتباره. ليه؟ لأن احنا بنتحدث عن أعلى منصب ألا وهو منصب رئيس الجمهورية. طيب يا فندم يعني هو برضو احنا ممكن فرصة وجود سعادتك معانا نفهم حكاية رد علي اعتباره دي معناها انه هو ما كانش مدان بالاصل ولا معناها ايه؟ لا، انه حصل على براءة ثم مضى فترة معينة فرفع قضية بنقول ايه طلب فيها رد الاعتبار. يعني واخد براءة يعني مش مدان. بالضبط. طلب انه يرد اليه اعتبار، فالمحكمة بترد اليه اعتبار بيكون له كافة الحقوق. لكن بالنسبة للانتخابات الرئاسية عشان يعني المنصب وقدرة المنصب وزي ما بنقول مكانة المنصب، يعني حضرتك شايف انه لا يجب ان يكون هناك ولا حتى شائبة ولو بالزور. أحسنت. هذا كلام سليم تماما. إن يبقى أي جريمة جناية أو جنحة حتى لو خد فيها براءة ولو رد إليه اعتباره لا يجوز له أن يترشح ويعتبر فاقدا لهذا الشرط. أنا بشكر سعادتك جدا سيادة اللواء، وبتطلع أن سيادتك نورني في الاستوديو للحديث في الأسبوع القادم عن تفاصيل عملية تقديم الأوراق ودستورية كل شرط في شروط بإذن الترشح. بإذن الله. شكرا جزيلا. متشكر يا أستاذ إيهاب. جزيل الشكر يا فندم. سيادة اللواء الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط السابق. بالرغم من أنه كثير من الشخصيات يعني عانت ان هي تقف امام القاضي في كثير من القضايا، لدرجة ان ذهب البعض انه قال انه بعد ثورة 11 انه اقنع البعض بانه كده احسن عشان نحافظ عليك في السجن، احسن ما تبقى برا ويقطعوك بايديهم. ايا كان ده كلام، الا انه ممكن جدا البراءة ديت، وده يعني تثمين وتقدير الكلام اللي قاله سيادة اللواء الدكتور طارق، انه ساعات كتير جدا بيكون في بطلان في الاجراءات، بيكون معرفش ايه في اجراءات التفتيش، بيكون الوكيل النيابه ما ادهوش حقوق ان هو طلب كشف طبي مش عارف ايه. ممكن جدا، وكان عندنا وما زال محامين كتير يستطيعوا ان يستثمروا بعض ثغرات القانون علشان يطلع الشخص براءه بالرغم من ان هو مدان. وده اللي بيتكلم عنه سياده اللواء طارق من شويه، الدكتور اللواء طارق، انه لا مش عايزين شبهه خالص بقى في هذا المنصب يعني. طيب الخبر اللي بعد كده، اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي 30 شركه هنديه كبرى، وده خبر طبعا مهم جدا جدا للاستثمار والاقتصاد في مصر. اجتمع النهارده دكتور مصطفى مدبولي مع مع ممثلي 30 شركة من الشركات الهندية الكبرى على هامش ملتقى الأعمال المصري الهندي. والحقيقة أنه هذا الملتقى ينعقد في شرم الشيخ، بيحضروا ممثلي 1200 شركة هندية في قطاعات مختلفة لبحث التعاون المشترك بين المستثمرين وزيادة ضخ الاستثمارات الهندية في مصر. دكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، مساء الخير يا فندم.
فندم مشاهديك الكرام، اهلا بسعادتك. اهلا بسعادتك يا فندم. دكتور محمد كيلاني، يعني حضرتك شايف انه كيف تستثمر الهند في مصر، وما هو المتوقع خصوصا بعد فتح افاق التعاون بيننا وزياره ناريندرا مودي الأخيرة وحضور السيد الرئيس كضيف شرف لاحتفالات تأسيس ذكرى تأسيس الجمهورية الهندية؟ يعني بتشوف حضرتك إيه اللي متوقع من أفاق استثمارية واقتصادية جديدة؟ الحقيقة إنه العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية متجذرة جدا، وخلينا حيث سيادتك السادة المشاهدين إنه الهند تعتبر سابع شريك تجاري لمصر عالميا، بتحتل المركز التاسع من حيث الوجهة التصديرية لمصر إلى الهند، بتحتل المركز العاشر من حيث الوجهة الاستيرادية لمصر. مصر فيها حاليا الشركات العاملة الهندية اللي موجودة حاليا في مصر وفقا لموقع جهاز الإحصاء بتصل إلى 450 شركة. خلينا نقول إنه منهم 32 شركة دول الأونر التقال جدا اللي بيستثمروا في مجال الطاقه، في طيب مجال البتروكيميكال. قبل ما اسال سعادتك عن حضرتك قلت الطاقه والبتروكيميكالز، دي اهم الاستثمارات الهنديه في مصر. بالظبط، ومجال الكربون ونقل الطاقه، مجال الاستدامه الخضراء، الهيدروجين الاخضر بقى بيحتل على يعني بيحتل الصداره حاليا في الوجهه اللي الهند النهارده بدات تتطلع بيها، خاصه بعد ما حضرتك اشرت انه قمة الجي 20 واجتماع السيد الرئيس السيسي مع مجتمع المال والأعمال الهندي أثر بشكل كبير. خلينا نقول إن هذه الزيارة ووجود هذه الشركات حاليا نتيجة لاجتماع السيد الرئيس وطمأنة مجتمع المال والهندي على إنه في حوافز استثمارية، وإن مصر متطلعة بشكل كبير جدا لجذب استثمارات، وإنه الهند النهاردة بتعتبر مصر هي البوابة الرئيسية لقارة أفريقيا خاصة في الوقت الحالي، خاصة أيضا انه حينما ننظر الى المؤشرات فنجد ان الهند تعتبر ثاني اكبر احتياطي عالمي، يعني هي مش الصين هي ثاني أكبر، لكن الهند وفقا للمؤشرات الحاليه ثاني اكبر اقتصاد عالمي، وبالتالي لديها تطلعات كبيره في الاسواق الافريقيه والاسواق واسواق الشرق الاوسط وفتح افاق عالميه حتى تحافظ على المكتسبات اللي قدرت النهارده انها تحققها بشكل كبير، وبدات تطغى ايضا على الصين في كل المؤشرات. طيب فندم، هل بتتوقع أنشطة جديدة، وهل معنى الأنشطة اللي حضرتك ذكرتها أنه لم يكن هناك استثمارات هندية في مصر، لأنه كل الأنشطة اللي اتكلمنا عليها دي حديثة، يعني 5-6 سنين ما كانش فيه كلام عن الهيدروجين الأخضر ولا كربون ولا مش كده ولا إيه؟ ده حقيقة، لكن الاستثمارات اللي كانت، ما أنا قلت حاجة إن كان في 450 شركة موجودة ومتجذرة جدا في الوقت، بس قلت لي برضو إن الأنشطة بتاعتها أنشطة حديثة، فيبقى إيه كان قبل كده؟ لا منهم شركات بتعمل في مجال صناعة الملابس، صناعة الصناعات الكمالية للملابس، بعض الصناعات في الصناعات التحويلية، بعض أيضا الصناعات بتتعلق بالسيليكون، صناعات بتتعلق بأجزاء الكمالية لبعض السيارات وبعض البراندات الهندية، لكن هناك صناعات كتير، في بعض الصناعات الدوائية، بعض الصناعات المكملة لبعض الصناعات اللي هي خاصة في مجال الطاقة والتحولاتها، فدي تعتبر متجذرة جدا، لكن الحديث جدا هو مجال نقل الطاقة، مجال الهيدروجين الأخضر، مجال الاستدامة الخضراء. ماشي يا فندم، انا بشكر سعادتك جدا دكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي، شكرا لوجود سعادتك معايا. والحقيقة انه الهند طبعا متقدمة جدا في حاجات عديدة، يعني الهند دولة نووية مثلا، ما عرفش حضراتكم واخدين بالكم دي ولا لأ، الهند عندها تقدم غير عادي في خدمات الكمبيوتر والكابلات والمايكرو بروسيسورز، عشان كده كان بيقول دكتور محمد انها بتستثمر في السيليكون، لان السيليكون هو اللي بيتعمل منه القطع الصغيرة جدا اللي بتدخل في مكونات الكمبيوتر واللابتوب والموبايل والحاجات دي، والهند متطورة جدا في هذا المجال. أنا مش مرضيتش أطول في حتة يعني نتوقع كام، لأنه هيبان خلال الفترة اللي جاية، وطبعا مفهوم جدا أنه هذا اللقاء هو الترجمة العملية لمتفق عليه الزعماء في لقاء السيد الرئيس ناريندرا مودي في الهند ومجتمع الأعمال الهندي لما كان هناك من أقل من شهر، وكان ضيف شرف احتفالات الجمهورية بذكرى تأسيس الجمهورية الهندية. وحتأتي بقى ترجمة عملية بقى مش أحرف أولى، هنقول بقى إنه في استثمارات هندية جديدة في مصر هتصل إلى رقم كذا، وأكيد هنعرف في التوقيت المناسب.
طيب عندنا تقرير عن الاحتفال بدور المعلم، العالم كله بيحتفل 5 أكتوبر بيوم المعلم، ده اليوم العالمي للاحتفال بالمعلم بعد التوقيع على توصية اليونسكو 1966 بشأن وضع المعلمين، واليوم بيهدف للتركيز على تقدير وتحسين وضع المعلمين في العالم كله تحت الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة به. وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي وجه التهنئة إلى معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. قبل ما نروح للتقرير بس هقول لحضراتكم إن هي سهلة ومحسوبة، تثقيف هذا المعلم وتقديره ماديا وأدبيا وتقديره وإراحته على مستوى الوقت، مع إنك تاخد كل الضمانات لو أنت عايز تريحه وتزود مرتبه وتديله جدول هادي عشان يبقى عنده فرصة يقرأ ويطلع ويتطور، أنت تاخد عليه ضمانات إنه هو ما يدرسش برة أو درس خصوصي أو سنتر أو وفي نفس الوقت كمان إطلاعه على أحدث الخطوط المنهاجية في العالم عشان يعرف طرق التعليم بتتطور إزاي. أعتقد أن دي من أهم الحاجات اللي بيسعى إليها أي معلم في أي حتة في العالم. شوف تقرير ونرجع مع حضرتكم. يحتفل العالم باليوم العالمي للمعلم تحت عنوان المعلمون الذين نحتاج إليهم من أجل التعليم الذي نرغب به. تحضير والمجهود البدني يعني طبعا ده شيء مفروغ منه، لكن طبعا المجهود الأكثر للمعلم يجب أنه يبذله يعني بيكون مع الناس اللي في الفصل اللي يكونوا محتاجين رعاية أكتر، وده طبعا بيتطلب حاجة يعني بنسميها دراسة تربوية المتعمقة والمتخصصة لكل فرد يعني. وإحنا بنقول أنه هو مربي أكتر منه معلم يعني، يعني التربية أهم من التعليم طبعا بكتير. هو بيحتوي الولد لأنه هو بيقعد أكبر عدد ساعات موجودة هنا عن البيت، فطبيعي أنه بيبقى فيه علاقات ما بينهم وما بيننا، الدنيا بتبقى قريبة جدا في التعاملات، بتبتدي تتفهم الولاد دولت كشخصيات وكأطباع وكأنواع وكأشكال، وإزاي تتعامل مع كل ولد على حدة، إزاي تعرف تكوين كل ولد على حدة. فطبيعي المدرسة والمعلم بيشكلوا جانب كبير جدا من حياة الولاد اللي عندنا، لأن هم بيقعدوا معنا أكتر ما بيقعدوا مع أصدقائهم وأصحابهم في البيت يعني. يقوم الوطن على كاهل 3، فلاح يغذيه وجندي يحميه ومعلم يربيه، فالمعلم هو الأب الثاني الذي يعد لأولاده طريق المستقبل والعمل. هو معطاء، أي مدرس، أي مهنة إنسانية زي الطب والتدريس هي مهنة فيها عطاء، هي مهنة بتقتضي ضرورة العطاء، بالعطاء النفسي والجسدي، وتدي وقتك تدي مجهودك كله، بس ده طبيعي في الشغلانة دي، لأنه في الشغلانة دي بيكون في تكوين للأولاد والبنات اللي بيجونا الفصل، تكوين علمي وتكوين للحياة كمان. بنساعدهم طول الوقت ان هم يكبروا، بنحاول نوفر لهم الأمان. حضانة بيبقوا هما مرتبطين أكتر في البيت، فالمجهود الكبير بيبقى من خلال انك تطمنهم وتحسسهم ان في أمان وفي استقرار، وده بيساعدهم كتير في ان هم يستوعبوا، لان الطفل يعني غير الكبير بيبقى محتاج أكتر لحب، محتاج إن حد طول الوقت يقعد جنبه ويفهمه ويتكلم معه بالراحة، وده بيساعده في تكوين شخصيته. ولو هو ده ما حصلش، أو لو الطفل حس بشوية عدم أمان أو حس إن هو مش على راحته مش على سجيته زي في البيت، ما بيتعلمش للأسف. لا تتوقف رعاية المعلم عند مرحلة معينة، ولكنها تمتد لتشمل كل أعمار أبنائه، فالمعلم أشبه بجذور لشجرة قوية تمد كل الثمار بالغذاء والحياة. يوم الوفاء والعرفان لمن قدم لنا علمه ومعرفته دون أن يبخل علينا، فشكرا لكل المعلمين الذين حملوا على عاتقهم أمانة تقدمنا. عزيز داود، ميسات. كل سنة وكل المدرسين في كل مكان على أرض مصر طيبين، وبالذات اللي حاسس إنه بيتقاضى أجر أقل أو بيتحمل معاملة سخيفة أو إنه مش جايبة همها أو إنه ديهم على قد فلوسهم، لا، الأولاد والبراعم اللي طالعة ديت لو علمت ولو دريتي إن دول الوزير والرئيس والبطرك وشيخ الأزهر دول اللي جايين، دول المهندس والدكتور والمدرس، دول بقى اللي هيحملوا عبء انه ازاي نتعامل مع اولادنا ويربوا ويعلموا و هتدي كل اخلاص وهتستحمل، وربنا هيقويك وهيقويكي. كل سنه وانتم طيبين.
أروح مع حضراتكم لفلاديمير بوتين اللي كان عنده بعض التصريحات النهاردة، ومما صرح به طبعا أنه تحدث عن موضوع قديم، أنه الناتو رفض طلب روسيا أو موسكو للانضمام إليه، وقال أن حلف الناتو يعني تجاهل الطلبات الأمنية بتاعت روسيا، وأن روسيا لم تبدأ حرب أوكرانيا ولكنها تدخلت لإيقافها، وأكد أن الأزمة في كييف ليست أزمة حدود ولا رغبة لدينا بالسيطرة على أراضي جديدة. دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، مساء الخير يا فندم. دكتور طارق، يعني حضرتك شايف إيه أهمية استدعاء بوتين لما هو قديم؟ يعني أنا أعتقد أنه طلب الانضمام للناتو، الطلبات الأمنية، الأخذ في الاعتبار أمن روسيا، كل دي حاجات قديمة وقالها قبل كده كذا مرة. إيه السياق اللي حضرتك شايفه النهاردة بيتكلم فيه بوتين؟ يعني السياق بيؤكد أن روسيا بتسعى للسلام، ليس راغبة في مواجهة الناتو، وأكد قبل ذلك أنه لا يريد مواجهة الناتو، ولكن الناتو إن كان يريد يعني الافتئات وشن الحرب على روسيا فروسيا الاتحادية مستعدة. أنا عايز أستأذن سعادتك بس تقرب من المايك أكتر أو تتحرك خطوة، لأن أنا صوت حضرتك جايلي ضعيف قوي. تفضل كمل يا فندم. تفضل. الصوت واضح؟ اتفضل يا فندم. كده افضل؟ اتفضل. يعني ان كنت تسمعني والصوت واضح؟ ايوه. بؤكد على انه يعني فلاديمير بوتين بيؤكد على الاتي، يؤكد على ان روسيا بتسعى للسلام، يؤكد انه حتى في عام 1994 روسيا سعت الى عقد هذه الشراكه، شراكه من اجل السلام والتنميه مع هذا الحلف، حلف الناتو شمال الاطلسي. ايضا أكد على أنه طلب قديما بالفعل أن تدعى روسيا، ولكن قوبل رفضه بالآتي، بأنه الناتو لا يدعو الروس ولكن على الدول أن تسعى هي وتقدم طلب الانضمام، والناتو لا يطلب من أحد أن ينضم إليه ولكن على الدول أن تسعى وتقدم طلبات الانضمام. فإن ما هو بيقول أن احنا قدمنا والناتو رفض. لا، هذا لم يحدث. هو طلب أن الناتو يدعو إلى انضمام، ولكن الناتو أكد أنه لا يدعو ولا يطلب من أحد، ولكن على الدول الراغبة بالانضمام أن تتقدم بطلب للانضمام. ولكنه ساعتها في هذا الوقت القديم ذكر أن روسيا الاتحادية ليست ككل الدول، هي ليست تشيكوسلوفاكيا، ليست بلغاريا، ليست سلوفينيا، ليست دولة عادية، وإنما على الناتو أن يسعى إليها وأن يضمها. أي ما كان الأمر، هذا كان يعني تاريخ وماضي، ولكن لما كان ذلك الاستدعاء؟ هو يريد التأكيد على أن روسيا تسعى دائما للسلام، وأن الناتو هو الذي أخل، وأنه هو الذي توسع، وأنه الذي ضم دول دون رغبة روسيا الاتحادية ودون مراعاة الأمن القومي الروسي، وأن الناتو يعني توسع شرقا ولم يراعي الأمن القومي الروسي. هو يعني يؤكد دائما على كل هذه السرديات القديمة الجديدة من جانب فلاديمير بوتين، فهذا هو السياق. طيب يا فندم، في رأي سعادتك ما هو الموقف على الأرض؟ لأنه كان دائما بوتين لديه ما يظهر علينا ليقوله، وكان دائما ما يقوله هو تطور لصالح روسيا على الأرض، فإيه رأي حضرتك؟ الموقف على الأرض أزمة الكل متورط فيها، الكل متورط في أعلى شجرة ذلك النزاع العالمي، وأن لا أحد يستطيع أن يدعي أنه يعني حقق انتصارات دون الآخر. الكل متورط وكل مأزوم يعني سياسيا واقتصاديا، والكل يريد أن يكسر إرادة الآخر. هذه لحظة فارقة في تاريخ العلاقات الدولية وتاريخ العالم، تشكيل العالم وهذه القوة، وهذا أيضا يضم يعني يدخل في سياق ما يدعي فلاديمير بوتين، أن الغرب يريد يعني يريد هذه العداوة ما بين روسيا وما بين الصين، ما بين روسيا وما بين الهند، ما بين روسيا وما بين الدول العربية. كل ذلك تأكيد على إعادة يعني تموضع وتشكيل الخريطة الدولية العالمية، وهي حرب ضروس لكسر هذه الإرادات التي تتصارع، تحديدا الإرادة الأمريكية والإرادة الروسية.
أنا بشكر سعادتك فندم دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، والحقيقة أنه وإحنا بنختم فقرة الأخبار عايز بس أقول لحضراتكم أنه دي كلمة ألقاها فلاديمير بوتين أمام منتدى فالداي الدولي، و يعني الحقيقة يعني برضو أكد فلاديمير بوتين أنه روسيا ما زالت ملتزمة بتعهداتها والتزاماتها بشأن إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، وأنها بتدفع أموال العبور، وعايز يقول يعني أنها منفتحة، وأكد ده بالفعل الحقيقة، موسكو منفتحة على التعاون، لكن أوكرانيا تصف روسيا بالمعتدية. على العموم احنا هنشوف، كل اللي نتمناه انه ما تستمرش هذه الحرب في ارهاق وازهاق الاقتصادات الدولية خاصة الناشئة. بشكركم، فاصل قصير، ويشرفني سيادة اللواء احمد ماهر بطل حرب اكتوبر، خليكم معنا.